كنا الأحمر وبنتيجة هدفين لهدف واحد. والديربي بتفاصيله وجزئياته وكواليسه في روبورتاج لأميرة مكرم. خارج الملعب شرع المناصرون في سؤالنا من سينام باكرا، أما داخله فأمطار الخير لم تمنعهم من الحضور بكثافة كالعادة، لتتفرق الأمان بينهما للتلويح بالنصر. ولطالما تعددت أسماؤه بتعدد حالاتها، ديربي البيضاويين أو ديربي التعادلات، فإن الكلاكيت رقم 117 يعود من جديد، وحالته هذه المرة تقول أن ديربي النار مهمة الرجاء تحقيق ما فشلت في تحقيقه باقي فرق البطولة، وهي إيقاف الوداد. الكل في المدرجات لا يتوقع ما سيحصل في المباراة، وما حصل حضور البراء للتشجيع، وحتى الدمى المتحركة أبت إلا أن تفعل كذلك. وما كان ثابتا في المواجهة بقاء بعض نجوم الأخضر احتياطيين ربما كأسلحة لوقت الحاجة يستعملها روماو لضرب النقاط. أما الويلزيد جون توشاكا فيريد ربط انتصاراته بآخر أمام الغريم التقليدي. قصة المباراة انطلقت بصافرة الحكم بوشعيب الحرش، وانطلقت معها المحاولات بين الجانبين مع ضغط للرجاء. الأخير ستتلقى شباكه هدفا في حدود الدقيقة 28، والموقع كان اللاعب رضا الهجهوج، هدف اهتزت له الجماهير الودادية. صفعة أخرى سيتلقاها النسور بإصابة الظهير الأيمن رشيد السليماني، ولغرابة الصدف يتم تعويضه بالعائد من الإصابة الهاشمي. دقائق المباراة تمر ولا شيء يذكر سوى تفوق الأحمر على الأخضر بالنتيجة لا غير. الوداد ظهر بمظهر الكبار خلال فصول الجولة الثانية، محاولات تلو الأخرى كادت أن توقف ذقات قلب نون النسوة. أخطاء وسط ميدان الرجاء الرياضي مكنت عناصر الوداد بسرعتهم استغلال على النحو الجيد، وبكاري كوني يطلق رصاصة في الدقيقة 57 علت معها راية الأحمر. مهاجمو الأخضر الرجاوي لم يتمكنوا من فك شفرة دفاع الوداد للوصول إلى مرماهم، ليستعينوا بابن الرجاء سابقا هشام العمراني الذي وقع ضد مرماه هدفا لصالح الغريم. ليفيكتيف اللي عندنا واللعابه اللي عندنا خصنا نكونوا مدومينين شامبيون. دابا هي من دور 10 ما كنعرفش شنو واقع. كنتمنى على الله اننا ناخذوا السكه الصحيحه. قلت كيف ما شتي المقابله حتى الخصم ما كانش قوى منا اليوم. الحمد لله علينا ثلاث نقاط عطاتنا الصدر ديال الدوري المغربي، وكنشكر مجموعة فرق الوداد البيضاوي اللي ما فقدش الامل طيله المقابله. صعدنا بدايه المقابله 90 دقيقه النهائيه، الحمد لله يعني داروا الواجب ديالهم لاعبين الفريق اللي هو فريق الرجاء البيضاوي. والمشهد الختامي رؤوس منحنيه وعنوان عريض، عذرا ايها المناصرون انه زمن الاحمر. إذن الوداد البيضاوي يواصل الصدارة، يحقق ثلاث نقاط مهمة وغالية، وبالتالي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم. مديحي.